مرحبا. كلياتنا منتوقع لحظات بحياتنا واللي بيصير فيها الدم هو حاجتنا الوحيدة لإنقاذ أرواحنا، لأنه وحدة الدم الوحدة بتنقذ حياة إنسان أو بتساعد بعلاج 4 أشخاص آخرين لما بيتم فصلها لمكوناتها الأساسية 4. يعني فينا نقول إنه التبرع بالدم هو أغلى هدية يمكن أن يقدمها الشخص للآخرين. أيضاً التبرع بالدم مفيد لصحة المتبرعين، ومثل ما منعرف الدم البشري لا يتم تصنيعه، الناس هن المصدر الوحيد إليه. لهيك من المهم التبرع بالدم ومساعدة كل مين بيحتاج إليه. رح نحكي بهي الفقرة عن أهم الفوائد يلي بتعود على المتبرعين بالدم، ومين هنن الأشخاص يلي التبرع بالدم بيساهم بالحفاظ على أرواحهم بشكل مباشر. بداية لازم نعرف أنه التبرع بالدم بينشط الدورة الدموية وبيزيد من إنتاج خلايا دم جديدة، حيث أثبتت الدراسات أنه اللي بيتبرعوا بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هنن أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم. وطبعا بيساعد التبرع المنتظم بالدم بتقليل حمل الحديد الزائد فيه، وبالتالي انخفاض خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي الحالة اللي بتنشأ بسبب امتصاص الحديد الزائد وتخزينه بالقلب والكبد والبنكرياس، مما يؤدي بدوره إلى أذيات بهي الأعضاء، وممكن يكون هالشي موروث أو قد يحدث بسبب فقر الدم الانحلالي واللي بيتطلب نقل دم متكرر أو اضطرابات أخرى. كمان التبرع بالدم مفيد لصحتك العاطفية والنفسية أيضا، لأنه بيساعدك على التخلص من المشاعر السلبية من خلال تعزيز الشعور بالانتماء وتقليل العزلة. أما مين هن الأشخاص اللي بيساهم تقديم هالنوع من الدعم الصحي بإنقاذ أرواحهم، فبيجي على رأسهم معظم المرضى الخاضعين لعمليات جراحية كبرى لتعويض الدم المفقود خلال العملية، وكمان المرضى يلي بيعانوا من جروح خطيرة ناجمة عن التعرض لحوادث السيارات أو الكوارث الطبيعية. ويضاف للي ذكرناهن الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل أثناء الولادة أو قبلها أو بعدها، مثل النزيف والحمل خارج الرحم، والأفراد المصابين باضطرابات الدم ونقي العظم واضطرابات الهيموغلوبين الموروثة وحالات العوز المناعي، والمصابين بأمراض تسبب فقر الدم مثل أمراض الكلى أو سرطان الدم، وما بننسى الأطفال المصابين بفقر دم وخيم بسبب سوء التغذية. بيصل عدد وحدات الدم يلي بيتم التبرع بها عالمياً ما يقارب 117.5 مليون وحدة بكل عام. معدل عمليات التبرع بالدم أعلى ب7 مرة بالدول ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. البعض بيعتقد أنه التبرع بالدم بيؤدي للإصابة بفقر الدم. الصح مدام عندك مستويات سليمة من الهيموغلوبين، فبالعكس التبرع بالدم بيساعدك على تنشيط الدورة الدموية والحصول على خلايا دموية جديدة مثل ما ذكرنا. إذا تبرعت بالدم يمكن أن أعرض نفسي لخطر الإصابة ببعض الأمراض مثل الإيدز. الأدوات الطبية الخاصة بالتبرع بالدم تستخدم مرة واحدة، ومن ثم يتم التخلص منها بحاويات مخصصة لذلك. كما أن النقطة يلي بيتم إدخال منها الإبرة بالجلد لسحب الدم رح يتم تنظيفها وتعقيمها من الشخص المختص قبل المتابعة بإجراءات النقل. لذا فإن إمكانية الإصابة بأي مرض جراء سحب الدم شبه معدومة، فلا تقلق. أما هلأ خلونا نتعرف سوا مين بيقدر يتبرع بالدم. بداية يمكن لأي شخص بالغ ويتمتع بصحة جيدة أن يتبرع بحوالي 450 ل 500 ملي من دمه من دون أي مخاوف أو أخطار على صحته، ويمكن التبرع كل شهرين بحيث لا يزيد عدد مرات التبرع على 5 مرات بالسنة. من الشروط كمان أنه يتراوح عمر المتبرع بالدم الكامل واللي بيشمل البلازما مع كريات الدم بين ال 18 وال 60 سنة، ولازم يكون وزنه أكثر من 45 كيلوغرام. للتبرع بالدم لازم الخضوع لفحص صحي بيتضمن النبض وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومستويات خضاب الدم الهيموغلوبين، ويتم فحص الدم عادة تحسبا لعدة أمراض مثل التهاب الكبد بي وسي وفيروس عوز المناعي البشري الإيدز. أما مين ممنوع يتبرع هن الأفراد يلي بتقل أعمارهم عن 18 سنة والأكبر من 60 سنة ويلي وزنهم بيكون أقل من 45 كيلو. ويمنع الفرد عن التبرع بالدم كمان بحال
لم يبلغ مستوى الهيموغلوبين الأدنى المطلوب للتبرع بالدم، واللي بيكون 12 جرام على 100 ميلي للإناث و13 جرام على 100 ميلي للذكور. كمان ممنوع التبرع على الحوامل، وبتمتد لفترة 9 شهور بعد الولادة، يعني نفس فترة الحمل. أيضا يمنع التبرع بالدم لفترة 3 شهور بعد الفطام التام للمولود. كمان الأشخاص اللي بينتموا لمجتمعات بتنتشر فيها نسبة عالية من الأمراض المعدية أو المصابين بأمراض معدية وفقر الدم الحاد. وأخيرا الأشخاص يلي بشكل التبرع بالدم خطر على حياتهم، مثل مرضى القلب أو مرضى الصرع يلي عندهم أمراض دم وراثية. وفي حال راح الشخص على طبيب الأسنان أو خضع لعملية جراحية بسيطة، لازم ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم، بينما لازم ينتظر شهر واحد في حال خضع لعملية جراحية كبيرة. أما هلأ رح نختم مع بعض لنصائح ما بعد التبرع بالدم. ضروري الحصول على وجبة خفيفة مع تناول ما يمكن من شراب مناسب كالعصير، مع فترة من الراحة بتمتد من 10 إلى 15 دقيقة قبل ما تغادر. وفي حال شعرت بالغثيان أو الدوار بعد التبرع بالدم، تسطح وارفع رجليك لحتى تصير أعلى من مستوى راسك لتشعر بتحسن أكبر، وكتر من السوائل وحاول تتجنب النشاط البدني الشاق أو حتى ترفع الأحمال الثقيلة لبقية اليوم. أما إذا بلش نزيف مكان سحب الدم، لازم تضغط عليها وترفع ذراعك للأعلى لمدة 5 إلى 10 دقائق لحتى يتوقف النزيف. وأخيرا مثل ما شفنا، التبرع بالدم في حال تحققت الشروط يلي ذكرناها هو عمل مفيد للمتبرع وللشخص المحتاج على حد سواء. ضلوا بخير، ولاقونا بحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. بأمان الله.